قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وادم النفع به وبعلم في دارين رضي الله عنه وعنكم الشيخ الامين. فاما باب حذام ونحوه فاهل الحجاز يبنونه على القصر مطلقا فيقولون جاءتني حذامي ورايت حذامي ومررت بحذامي. الكماليزا مصنف كويليزا المعربات الانجية كتا كويليزا نيني المبنيات نا اكي جواني مبني كوا سمبولي تنة كنا مبني قصري كنا مبني على الضم كنا مبني على الفتح كنا مبني جان على السكون نا قسيمة كمبالي المبني السكون هو أصل البناء. Kisha kasema ile mabni ala kasri kuna viganyo viili. Mabni ala kasri kwa itifakia wa Arabu na wala zuoni otu kwa makilma hichi ni mabni nini ala kasri na nini haulai Arabu otu wakijengia kwa kasri. Kisha kuna vilma vingine makhtalifiana na nini hadhami, katami zile na أمس إذا ردت به اليوم الذي قبله يومك تكتشكوا من لنغوة كوانزة باب نيني حذامي تكتشكوا وانزة لكي تكتشكوا مليزة تبتازي هابا ترنو ميلي أسيما فأما باب حذامي أمو لملنغو حذامي أبو كوانبا ومختلفيوا كتكا كجنجيوا يه هي وجنجيو كسر سوزوتي آه وجنجيوا لكي تنجين فالو الحجاز بس واتو حجاز وما كان مدينة وكو يبنون القصر مطلقا هو يجي قصر كي مطلق كي فوت سكوزوت نكي حليوت هو يجي هوني هو قصر. فيقولون بس سمانيني جاءتني حذامي تعرفوا في برما جاءتني حذامي اها والتاء اها والنون نين نون للقاية أه. والياء مفعول مهم للسكون في مالي نصب تب حذامي حبنا نتقابل حذامي فاعل أه. أه. مرفوع فاعل مرفوع زم وزور حذامي وكسر مرفوع يعني المعرب على القصر الشمالي رفع طيب احسنت ورايت حذامي انا تريب امري بو ورايت حذامي وكريم وي بس تكون شباتا رايت حذامي مفعول به اها منصوب ها مجرور مفعول به مجرور شغلي وتيكا بعد لا شغلي حذامي رايت حذامي رايت في الفايل حذامي مفعول به مبني على القصر في محل نصب اه اقسم مرفوع منصوب مجرور يعني في المعرب صح. ومررت بحذامي مررت في الفايل سجاد بحذامي البحر في الجر حذامي مجرور بالباء شو قسم مجرور قبل المعرب بس انت بس مبني يو اسمها البحر فجار البحر فجار حذامي مجرور اسمه مجرور شارب لا مبني اسم مبني القصر في محل جر بالباء صح. وعلى ذلك هي منين مزوم زي بنشام اسمه كبر ابو حجاز ويجي حذامي ننفن حذامي لو لم نلقوا حذامي لو حذامي نيوبي نيوبي بلقوا حذامي فعالي واو لو حذامي وليني فعالي علما للانثى صح فعالي اذا تقول تقول تقولي فعالي الى كوم بن كسري يكون علما للانثى او سبا لها او اسم الفعل ميزان وفعالي إنكم مبني كسر وقت جان
ikiwa ni alama li untha, jina la mwanamke, adhami, qatami, sio, au saballaha, au kumtukana vile kaadi, tukataja ni sabasi, ningawa Kiswahili kitu mechelewezwa ndio, sio. طيب au nini اسم فعل كتابي الدرس كتابي الدرس يعني اكتب الدرس فهام الدرس يعني افهم الدرس واو sasa ibn sham anasema hii hujigwa kasri dalili nini ukitoa hukumu katika fiqh watu wa dalili katika qur'an na nini na sunna sio au ijmaa au qiyas au mfano wake ndiye to istishhad na katika nahwu kuna istishhad nayo leti shahidi ya kujulisha kwamba wale Waarabu huitamka kwa nini kwa kasri. Ndio katuletea shahidi. Hii ubeti hapa ni shahidi. Kuonesha nini kwamba hawa Ahl-Hijaz hujigeuka kasri. Nasema nini? Falawla al-muz'ijatu min al-layali lama taraka al-qatati bal manami idha qalat hadami. Hadami fa'il. Mabla kasri fi mahali raf. Sio. Idha qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ما قالت حذامي فذكرها في البيت مرتين المشاعر وحجاز اليتاج لحذامي كتقول بيتي موجه ولا مجه وبيلي مره 2 مقصوره ابو تاج نني الى حاله يكون نني مقصوره حفصه مجروره بس مقصوره يعني مبني الكسر سيو مع انها فاعل ابو يكون فاعل كنا شانين كما واو kilma cha hadhami na mfano wake ukijengea ukasri siku zote sawa sawa nani ahlul hijaz ndio tatribu betu bila kutazama chini chini kumeribiwa wewe usitazame ribu tu na tajaribu usitazame chini chini kule kuna ansa nagomba kule Mbona wataweza kuribu bila kutazama chini sawa ahla wa sala. Hakuna. Taip. Utajipa practice nyumbani basi mwenyewe. Ujaribu kuribu bila kutazama chini. Uripiti mara mbili tatu. Falawla al-muz'ijatu min al-layali lama taraka al-qatati bal manami idha qala hadami fasaddiquha. Faina alqawla ma qala hadami utajaribu karibu nyumbani mwenyewe sawa kisha alafu naam ifao kija mwanzo kija mwanzo kio nafaa mwanzo kipa aya au kipa shir fa ala hasab ma qabla laula aha harfu imtina li wujud sio طيب ها المزعجات مبتدا مرفوع ها اها ظاهره ليالي ليالي كسره مقدره على الياء للثقل اها اها لما تختفي بعد انا طب سيدي يا بني انت مبتدا قلت خبر يكوب خبر عدنان مزعجات المبتدا خبر يكوب من الليالي تفجر وجرون صفه المزعجات تتك خبر ايه خبر تقول لك الجمله يا لما ترى خبر يكوب شيخ ابراهيم خبر يقف نعم سجاد يريبو جمله الجار اه رسوم تامي ما سي اسمه ساو محذوف محذوف وجوبا بعد الاولى يو بس ابو خبر يحذف وجوبا في اربعه مواضع موجة نيني اذا وقع بعد لولا المبتدا كي جاء بعد لولا فالخبر يكون موجود محذوف وجوبا صح طيب
هاو ndo nani ahlul hijaz waftaraqat banu tamim firqatain ama qabila la tamim banu tamim wale kuhusu babu hadhami wamefarikiana firqa mbili vipote viwili hijaz ana shida hijaz wote sema bila kasi sahali lakini katika banu tamim wakombea babu hadhami sio wengine wasema hivi wengine wasema hivi ni vipi hapa tazeleza sasa فبعضهم بعض ياه بن تميم يعرب ذلك كله حجاز ويفعل مبنيوت بعض بن تميم يسمى دي معربيوت ورا تفوتي اهل الحجاز يسمى حذامي باب حذامي دي مبني قصر دائما مطلقا يو كيف فوت بن تميم كنا فرقه بعضهم يعربون ذلك كله او ويريب فيبي بالضم رفعا تقول جاءت حذامه جاءت حذامه وبالفتح نصبا وجرا ورأيت حذامه مررت بحذامه كونين وسببين جينا منامكي جامركي غير منصرف سيو كما في الفاطمه جاءتني فاطمة رأيت فاطمة مررت بفاطمة سوف يفني حذامي جينا منامك لمعربة شو ويتفني نيني يتقوى يتربو إعراب ما لا نصرف إعراب ما لا نصرف وبنيني بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا هوني بعض نيني بنو تميم يعني ويفانيا ها بعض بنو تميم ويفانيا باب حذامي إعراب ياكي إعراب ما لا ينصرف صار كما في الأحمد جاء أحمد ورأيت أحمد مررت بأحمد نفهم يعني عون بعض ناني بني تميم فيقول بعضهم يعني بعض بني تميم جاءتني حذام بالضم ساس حذام تقوليني فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة سيما بني أبا نفاعل مرفوع ورأيت حذامة حذامة مفعول به منصوب مفعول به منصوب وعلى نصبه فتحة ظاهرة ومررت بحذامة الباء حرف جر حذامة مجرور بالباء مجرور سيما بني لمجرور بالباء وعلى مجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف بالفتح ومررت بحذامة بالفتح رأيت حذامة رأيت بحذامة الفتح زدنبيل وأكثرهم لكن من جواهو بنو تميم كبير بنو تميم ومجنين كفوية فيه لسيو بعض ياو ويريبوا إعراما لنصرف لكن وأكثرهم من جواهو يفصل بين ما كان آخره راء كوبار اسم القبيل وحذار اسم الكوكب وصفان اسم لما فيبني القصر كالحجازيين وما ليس آخره راء كحذام قطن فيعرب إعراب ما لا ينصرف وينجي ابن تميم ومكتي وسطا ما نعرف فني فيبي ها وحجازيون ويجيو كسر نا وزيت وا جبا زيت ها بنو يريب إعراب ماذا ما لا ينصرف ساس نسيس فني فيبي تيو تفاي تفصيل إكيو مشواك يكون راء مشواك يقول نيني كناري بس يبتديكو كسر مشواك يكو إلي اسمه على وزن حذامي فعالي كناري مشو تتفني مبني كما حجازي توافق حجازي أب صح يكو كناري كما حذامي قطامي توافق جمازيت واو فنعربه إعراب ما لا ينصرف صح نفهم يانا وأكثرهم وينجواه بنو تميم يفصل بين ما كان آخره فمنوه بين إلا بكم مشواكي كناري كواباري فعالي وباري ونزنوه مشواكي كناري كناري نيواباري اسم لقبيلة جنة لقبيلة وحذاري اسم لكوكب نيوتا وسفاري اسم لما جنة لماجي فيبني القصر بس هذا بكم مشواكي كناري ويجيكوا كسر كالحجازيين كم راني
الحجازي. وما ليس آخر را لأن بقوم مشواك يكون ري كحذامي وقطامي سيو فيعربه عراب ما لا ينصرف ويريبه عراب نيني ما لا ينصرف فسباب حذامي كنا حجازيون نكون ناني بنو تميم حجازيون قولا واحدا نيني مبلغ قصر جاءتني حدام سيو برطمي سما بيبي بنو تميم حجازيون سما بيبي جاءتني حذامي ورأيت ومررت ناني هاو حجازيون بنو تميم كنا فرقا بيلي بعض ياو ويريب عراب ما لا ينصرف صح وسيما فيبي نعم شغلي جاءتني بعض بني تميم ويريب عراب ما لا ينصرف ثم جاءتني حذامه ورأيت حذامه مررت بحذامه لكن وأكثرهم وفجأة فيبي يفصلون فيبي إلى بكم مشواك يكون ري بس هو فيك حجازيين وبتجي غنيني وكسر صح ikiwa hakuna re mwisho wake watafanya nini irama na sa sawa sasa tukuta kuna nini kauli tatu kauli moja hijaziun mabna kasri mutlaqa kauli ya pili ya baad banu tamim irama la sarif kauli ya tatu ya akthar nini bani tamim wana tafsili ila mbokuwa mwisho wake kuna re ni mabna kasri kal hijaziin ila mbokuwa hakuna re inakuwa nini mu'rab i'rab ما لا صرف صح شو ما لزم لغنيني وحذامي واما امس اما امس نعم شيخ صاب ان تميم لكم في ظالم ان ني قبيله لنغوفو قبيله زي لنغوفو دي كتغيري كبير فاهم لكن حجاز مره نيجي تفوتها حجاز وأما أمس أما أمس كلمة أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك أكيد لا جانا هي أمس أكيد لنيني اليوم الذي قبل يومك إلي سيكو بقوان بقى قبل اليوم أكيد لنيني جانا بس فأهل الحجاز يبنونه على القصر أنا شيد أهل الحجاز كله من يجي قصري kina hadhami wale na hapo pia wengine wajua kasi lakini kwa sharti iwe nini al-yawm alladhi qabla yawmika sawa fa yakuluna madha amsi wa atakaftu amsi wa ma ra'aytuhu mudh amsi fasama Allah fi al-madhi sio na amsi fa'il marfu sio eh toka vipi fa'il mabni ala kasr fi ma'raf بالكسر في الأحوال الثلاثة كوكتيا كسري كرك حالي زوتي تاتو كرك حالات الرفع حالات النصب من حالات نيني الجر طيب ابن شاب دليلي كوابي كوبا حجازيون فنيهيفو انت شاهد اكتوا شاهد اتبا شاهد اسمى قال شاعر اسمى شاعر وانيني وحجازيون ولو منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس منع البقاء إمزولية كباكية لمنغوني هابا كباكية واتو نقول لكوشي بليلة كتو جاني تقلب الشمس وسمو سلام وسمو زمانو sio katizama pale kuna sisi tubakie bana kwa nini dalili kwa tubakie ni takallubu shams jua mara toka mara lazama mara toka lazama unashanga mambo ya habaki vivi bana au watuluuha min haythu la tumsina kutoka kwake mahala bako mahali zami natoka huku lazama huku
هي نوفايلاني منع منع البقاء نيني تقلب الشمس منع البقاء طلوع الشمس وطلوعها حمراء صافية قلت لك توك يكون صافي زيو وغروبها صفراء كالورس لكن الجيطة هل يكون ومندانه كالورس كم ورس ورس كم زعفران بلا في لك زعفران لكن ينكون عندي مندانه مندانه زعفران سنكون يكون ينكون إني مندانه لما يقول سيم الورس نجو زعفران ليه يا سامبوليتو لكن لا يجوز يوم نمين ورس نجذاك نيني مندانه اليوم أعلم ما أجيء به ليه نجوا ما أجيء به كده تكفاني ليه تفني كذا تفني كذا لكن ومضى بفصل قضائه أمس إم بيتا بفصل قضائه يعني كقضاياك القاطع بفصل قضائه يعني كوني قال بالقضاء القاطع بالقضاء الفاصل القاطع وإلي بحكم ياك يجي القاطع لو شكاتوا زيو نيني مبيتا أمس بس ماضى في الماضي فايلي قوابي أمسي مبلغ كسر هي الدليل يا ناني ابن الشام قولي شكم بابانا هذا هو يجيكو كسري ومضى بفصل قضائه أمسي مضى أمس هي دليل يا ناني يا حجازيون طب حجازيون كلمة أمس هو يجيكو نيني وكسري وقت جاني إكيوا اليوم الذي قبل يومك صح فأمس في البيت فعل مضى وهو مكسور كما ترى لو مجي مكسر كما نفي ونفونا وافترقت بنو تميم فرقتين في الفيلة بنو تميم وكغانيكا تينا نا هابا نيجي بنو تميم كاتكا حدامي مولغانيكا تبنا أمسي بيا ريني وكغانيكا فمنهم من أعربوا بالضمة رفعا بالفتحة مطلقا بعضي ياو وميريبوا لأمس بالضمة رفعا ما الله أمس وبالفتحة مطلقا يعني في حالة النصب والجر يعني ميريبوا عرابا ما لا ينصرف فقال مضى أمس بالضمة واعتقفت أمس وما رأيت مذ أمس بالفتح دليل نيني وبنو تميم سما هيفو كلا كنت قد دليل يابا ndo zamani tukifika katika tunada shaka mbasa ushashika ushufika kwenye dalili sasa ile mambo jirubina nini ile kwa walisho walisho ile sasa hapa napona hii na dalili kila kitu tulio nini ndo shahidi asema shair wa banu tamim laqad ra'aytu ajaban mundh amsa ajaizan hiyo dhurat shi'ra wasabi nini صيغة مترجم صيغة مترجم لكم مملو من الصرف سيو لكن ابغى صب نظرة شعر عمليني بصرف ايش سوي ايش قدنا شو مصوم ايوي اجي صوم باب تغريني تبقى بك مصوم لكم الاحتراب سماجي وجائز صرف أن يصرف الشاعر ما لا يصرف مثل السعالي خمسة يأقلن ما في رحلهن همسة لا ترك الله لهن ضرسة ولا لقينا الدهر إلا تعسى شاعر سيما لقد رأيت عجبا والله حقيقة نميون أجاب نيني ميون نيني منذ أمسة تقجانا يأجاب ميون تقجانا منذ أمسى سيكون تقول مذ أمسي يسمى مذ أمسى أمي ريب راوديني ما لا صريح كتو قالوا ميونا عجائزا في عجوزة يوناني في عجوزة يو في عجوزة وناكي في كونغو بيلا وناكي في زيري وناكي مكوامانيني مياكا ومينجي مثل السعالي خمسة فانو مجيني وطانو سعالي ni غول غول ولا رب سيم كنا جيني كل سيم زا مجانا مجانا هو كويت مجانا كشاك بوتيزا
Nasema mfanishe na wale. Ah, kama mfano wale majini wale. Ehe. Ya kulna ma fi rahlihinna. Hula kiliumo katika nini? Ile rahlihinna msafara wao ile. Vile vyakula mbaibogona gamia nini vile. Wao, hula pale. Hamsa kwa siri. Kufyatan. Wao. Wao hula, meona hula. Wakile, vitu kwa mbibuchukua katika safari, hula kwa siri. La taraka Allah lahu dhirsa. Mwenyezi Mungu asiwabakishie, asiwaatie dhirsa. Dhirsa meno ya ndani haya. Yaani awapiza. Awapiza vinyanye. Vinyanye vizere viko kisha vina meno vitafunwa kitendo kwa siri. Kwa ile kukua sio na meno wakitamka wakitafunwa. Iwe yasikika lakini ule kwa siri Mwenyezi Mungu asiwabakishie meno. Awapiza. Wala lakina dhahara, wala sikutane na ulimwengu, ila tahsila kupatu mangamivu tunashari. Sikino kwa nafanya nini? Awaya fanya kitu, basi hivyo, wano wala. Ala kule hali, hatu kwa nika fiqh sisi, eh? Kuna shabana yeye hii, wefanya makosa, vibu talani watu mbukoma nina. Sisi wataka nini shahid? Huu ni mshair wa zamani, mbukoma shiri laki, litegemewa. Katika baro tamimu. Tem, amsa wao ifanya vipi? Mudha amsa nitaka hapa. Tumepata hapa. Sasa mudha amsa amefanya nini? Majrur wa mjari fatha. Sio. Wa minhum na miongoni mwao Banu Tamim man a'rabu bil dhamma raf'an kama wali. Lakini wa banahu al qasr nasban wa jarra. Katika halatu nasb wal jarri umefanya mabni ala kasr. Halatu rafi marfu. Ajaiba. Baadhi yao. Halatu rafi marfu. Halatu nasb wal jarri mabni ala kasr. Al baadhi ya nani? Halu tamim. Sasa tumepata kuna kulingapi hapa? Katika amsi. Kwa uli ziko. Paka sasa tumepata tatu. Hijaziyun. Wasema nini? Mabni ala kasr daima. Baadhi ya Banu Tamim wasema nini? يعرب إعراب لا صرف بعض يجينا سمانين في حالة رفعي يكون مرفوع بالضم وفي حالة نصب الجر مبني على كسر أقوال الزجاجة تبرتات وزعم الزجاجي هنا أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي سيو كون الزجاج نكون الزجاجي وتنزلنا نحو atasema mwenye jurumi ile jurumi alifanya kama talkhis kitabu cha Zajjaji aljumal fi nahw wa Zajjaji ana kitabu cha aljumal fi nahw ukikipata viko vauzwa toba bovu bovu hivi hata katika internet unaweza kutafuta ukipata aljumal Zajjaji katika PDF isome isome angalie utaona kama soma jurumi wewe ule ule mwendo jurumi ndio ule mwendo Zajjaji mfahamu. Kwa mbuhu jirumi, sahibu jirumi, alifanya kama talkhisi ili nini? Jumal. Alifanya kama fupilizo. Yali madhumu jumal, alifanya katika nini? Ili ajirumi. Ndo tanyua, tukisoma hii na hiyo tanyua kwa jirumi, amefupilize ili nini? Jumal. Fahamu sajati? Na huyu Zajjaji, alisoma kwa Az-Zajjaji. Kuna Az-Zajjaji, na kuna nini? Az-Zajjaji. Yule Az-Zajjaji, alikuwa kiuza glasses, glasses vio vio hivyo kaitwa Zajjaji. Kama baddal, najjar, nisbe la nini? Ila amal. Alikuwa maskini, akipata dirham kama, ni pesa kama tano tu hivi, shilingi tano tu hivi. Shilingi tatu, honda kanua tena zile vifaa vake, kauza, kapata faida shilingi mbili. Shilingi akala, shilingi kawele, akiba yake. Akasikia kwamba kuna mwanachuoni, amepokea kitabu Sibawayh kwa Sibawayh. Na inana al-akhfash. Sawa, akenda kutakusoma kwake. Kama sawa, atakusoma sawa, lakini fahamu, kilo kijo ni senti. Kilo kijo ni nini? Senti. Sikuleta senti usomi. Ah, bana mimi maskini, fakiri maana. Upata shilingi tano tu mimi kama shere zako. Wataka somo lete sisi. Wapata ngapi? Napata shilingi 5, shilingi 2 lete mimi.
shilingi mbili lete mimi. Hizo tatu utaangalia mwenye tukofanya. Na kusoma. Himma nao kusoma. Sasa mtihani huo. Ile faida yake ndio mpeleke shekhe. Abaki rasul mali. Takubali shekhe. Ama shekhe tukusomesha bana. Tukumkalu. La. Kawafik maskini. Kaja kusoma kwa tabu. Soma, katia bidii, soma. Paka kamaliza kitabu cha sibawe. Pamaliza, akika okay, darasa yake. Shakomla chuoni sasa kwa darasa yake. Atakayaje bana? Free. Majana. Yale yalipishwa lakini akafanya nini? Ndio kwa sababu kitabu cha sibawe kuenea. Lakini yule kwa nini? Alikifanya ubakhili. Kwa sababu akhfa cha auswati marufuza sibawe. Na yeye pekee yake ndio alipokea kile kitabu. Kwa zamazo paka mshindo mwenye nakala. Zajaja akisoma kitabu lakini baadaye akasomesha kafungua mlango ndio akatoka huyu azajaji chuo mkubwa sasa alipotokea huna kana ara zake si kwamba amepokea tu na pia na nini ara zake moja katika ara zake ni anasema hapo wazama azajaji wanasema zaam matiyatul kadhib azam matiyatul kadhib na sheikh anambia zama hakubali Zama fulano kwa baya ya mpinga. Nasa Ibn Shama sema zama zaje kwa baya Ibn Shama yuko na ee. Ile kule zaje haitaki haipinga. Oh. Nasema zama zajajiyo amidai. Huu zajaji. Anna min al-arab kwamba katika warabu manu kuna mbo kwamba yabni amsa ala al-fatih. Nasema amsa. Kwamba huu nyingile amsi kwa nini kwa fatha. Nani rudai? Azajaji wa dai kwa nini? Waarabu katika waarabu kuna waarabu wengine ambao kwamba huijengea amsi kwa fatha siku zote. Sio? Dalili yako nini Zajaji? Wa anshad alayku luhu mudh amsa. Akatolea betu zotoko kunyuma huko. Sio? Wala kad raaitu ajaman mudh amsa ajaizan mithla as-sa'ali khamsa yaakulna ma fi rahlihinna hamsa la tarakallahu lahunna dhirsa wala laqina ad-dahra illa ta'sa. Asa azajajiyu ile kulu shair mudh amsa yeye mifamu vipi kwa mbahaba nutamim baadhi wa rabu hawa huyengia amsa kwa fatha yo Ibn Shema sema zaama bas ya medhima daitu wassawabu wawa wahamun wahamtu na mefike mepata wahamutu na dhanna na mafikratu lakini si hivo hivo wassawabu ilo sawa nini ما قدمنا الى تطغوليا من انه معرب غير منصرف يدصوا كما ان معرب لكن غير منصرف فسمض امسى الى امس مبني على الفتح لا ني مجرور وعلى جره الفتحه نيابه عن الكسر يقول لنا ابن هشام وزعم بعض ما ده wengine وزعم زجاج ممتاز لكن هو ممتاز بمستير wazama baadhum zingine hukumtaji kumtaji ima hata kumstiri au kwamba hata hayahitaji kutajika huyo zingine huwa humondosha ili kwamba ni hakir kwake hiyo nafsi kitu huyo kumtaja kwake kama kumrusha cheo kumtaja wazama baadhum na wamedai baadhi yao anna amsa fil baiti أمسى قد كله بيتي منذ أمسى فعل ماضي سي اسمه جي ما تيتا اسمه اسمه نيدي اسمه اسمه كامه هيني فعل ماضي وفاعله نفعل ياكي مستتر نضمير مستتر والتقدير منذ أمسى المساء تقدير ياكي نيه منذ أمسى المساء مساء نفعله هي زعمة بعض هذا قوة تجاكا بي دونا يقول يا وطا كويش أب أسمى ولما فرغت من ذكر المبنى القصر نيلبو ماليزا كتاج المبنى القصر ذكرت المبنى الفتح نيكا فتليزا كتاج نيني مبنى الفتح هي مبنى القصر شيء ليزا سيو ساتو ينجد كريم مبنى علي الفتح ومثلته بأحد عشر وأخواتي نيكي في ينفانو وأحد عشر أخواتي ندوكي نندر ذاكي أحد عشر تقول جاءني أحد عشر رجلا
جاء في الماضي والنون للوكايا واليوم في المقدم احد عشر نين فاعل مرفوع مبنى فتحي جزئين مبنى فتحي في محل رفع لا رجل تقولين تمييز ورأيت أحد عشر رجلا رأيت في الوفاء أحد عشر نين مفعول به منصوب ها؟ منصوب مبنى فتحي قسم منصوب شاريبه إذا مفعول به منصوب أبا تقولين شاريبه ومررت بأحد عشر رجلا مررت في الوفاء بأحد البحر فجير أحد عشر نين مبنى كسر في مالي مبنى فتحي في مالي جار بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة وكذا تقول في أخواته نيف ويود سكر كذي الأخوات زاكي ثلاثة عشرة يو ثلاثة عشرة وتسمى ثلاثة عشرات مقوس ها ستة تيزو تنبيل ولو سنو شتين كسو تنبيل يسمكو أحد عشرة ربنا هكونا تي أحد عشرة لكن ثلاثة بقى تسعة لازم موجي يكون تي موجي سوي نتي موجي نتي موجي سوي نتي نتي إكيو منا مومة وتتتيا مانز إكيو منا مكة وتتتيا بيل سيو وإن ذكرت العدد المركبة وهو الذي استوجب ألا يعرب ها فألحك الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترث يو تيلي ابيلي الى عشرات ولا ولا سجال يو مسوم الحيو لا يوكي صومو كي ويفاضي بس تعال ام جيد والله عليك ان شاء الله كيشوطا تدري اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه يمكن تفهموا كيف